محمد علي البوغديري وزير التربية الحالي، تعاتيه مع ملف النقابات ومع الاحتجاجات النقابية واللي صار طيلة السنة الدراسية الفارطة، أخطأ أم أصاب البوغديري؟ أصاب وأخطأ. فيش أصاب وفيش أصاب أخطأ؟ أصاب في نوع من الحزم على النقابات، وهو جاي من وسط النقاب وهذا يحسب له. وبالحقيقة راه الأمور تغيرت شوية في المشهد النقابي، نقابات متتوى مش نقابات اللي نفس كتب عام النقابة، راه كيف نحكيه على الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي ما تبدلوش برشا اللي فيه. أنا وزير نقابة التعليم الأساسي بهيمنت على حركة الشعب، ونقابة واحد اليوم حركة الشعب موجودة في النقابة الثانوي، وتعرف فما خلاف كبير بين الرئاسة والاتحاد، باش ما نقولوش ثم نقابة هواها مع الرئاسة ونقابة هواها مع الطبوب، وهكذا بالفرشة نحكيوها. اليوم ما شكون اللي هواها مع الرئاسة النقابة؟ نقابة ما عطات حتى شيء للسيدة، عملت نقابة التعليم الثانوي اليوم هواها مع الرئاسة مع قيس سعيد. شفتوا الاتفاق اللي صار؟ خذوا واحد شيء، أول مرة نشوف اتفاق تعمل نقابة تاخذ واحد شيء، و2026 زاد كما في الزواج مثلا. علاش؟ تال السنة المعجل ايش بدلهم؟ ايش بدلهم حسب رأيك؟ هذا يتسأل النقابين نفسهم علاش بدلهم؟ ألا كانوا قبل معناها الشرسين والشرسين في تعاملهم مع الجنود، ألا أعطاهم كل شيء؟ للأسف الشديد ولو حمل وديع مع ويحسب له الطبوب، يحسب له البغدير. أنا وهذا في حين نقابة الثانوي على شدة، أنا حسب رأيي هو محق في عزل المديرين، لأن المدير هو أصاب في عزل مديري المدارس. بيسير دوره يمثل الوزارة، خاطر أنا في عادينا المديرين سكروا الباب بالبشر الليل وما عملت لهم حتى شيء. أي لا كي هو عنده الحق، علاش ما عملتش وأنت وزير؟ أنا عملت، أنا عزلت في إطار أنا عزلت مديرين، عزلت مديرين، عاقبت مديرين، أنا اقترحت صيغة ثانية لتعيين المديرين، ما عادش تلموا النقابات في الوعد وفي اخر المطاف. علاش النقابات كانت ضدي؟ هاك المشروع نتاع مجلس المؤسسه تو اليوم المدير تاع المؤسسه عنده مش يمشي النقابه الاساسيه، عنده فيزافي برك. انا خدت مجلس المؤسسه فيها الساده منتخبين واولياء منتخبين وتلامذه منتخبين وعمل منتخبين، غدوه كتاب عنده مجلس منتخب يمشي النقابه ولا يمشي المجلس منتخب؟ يمشي الغادي. يعني النقابات كانت دافع على تغولها داخل المؤسسه التربوي وربما حق. اليوم فيش اخطاء توافمني فيش انا الشاطر، شو هو العدد المهول من المعلمين اللي معاهم جرايات شعر كامل، يعتبر كان قاسي جدا اللي ما عطاوش الاعداد، كان قاسي جدا. راهو انا نعرف معلم ومرته بنته، معناها كان قاسي جدا. شوف في الاخر المطاف اصاب مع المديرين واخطا مع المعلمين. انا نقول راهو دور سياسي ما هوش تطبيق الأوامر، أو الأوامر تبقى القضاء والإدارة، دور سياسي يلقى حلول. اليوم دور وزارة التربية يلقى حلول لمعضلة التربية، وما ثماش حلول لحد الآن، ما عندناش حلول، يلزمنا حلول جذرية وثورية لمشكلة التربية، وهي ما اقترحته في الكتاب الأبيض. قلنا مثلا، قلنا القطع النهائي مع إذا مع الانتداب الاجتماعي، ما عادش ما يتنتبه كان خارج مدارس تكوين المعلمين والأساتذة، المعلمين النواب والأساتذة النواب، حسب رأيك أنت كيفاش نتعاملوا مع الاجتماعي لليوم؟ كيفاش نتعاملوا مع اللي موجودين من الانتداب الاجتماعي؟ لا شوف، عندك هذمنا النواب وهو ملف هذمنا أولاد الشعب التونسي وانتدبناهم وخدمنا بهم. شوف اقترحت يقع تكوينهم تكوين جيد، عندك ربما 80% بعد تكوينهم يقع دمجهم وترسيمهم كمعلمين وأساتذة، فما 20% ألا يخفقوا في التكوين ويخفقوا في التفقد، يلزم خط تفقد، يمشيوا إما الإدارة حشدنا بالإدارة، إما يمشيوا زاكومبانياتور حشدنا زاكومبانياتور اللي تلامنا عندهم مشاكل، إما يمشيوا حتى في أسلاك على برشا أسلاك يمشيوا ما لوحهمش أما نعاودوا نكونوهم. وما عادش انتداب راهو شنو الانتداب؟ شو نقول لك حاجة، هما ال 15000، عندنا 15000 من النواب. أيوة. شكون يعوضوا؟ يعوضوا 15000 استاذ ما يخدموش، 5% يظهر 5000 ولا 3000، ما عادش عندي الارقام. كونجي لونغ مالادي، انت وقتها قلت 5000، انا عندي رقم 5000 وقتها ما عرفتش تو. أيوة. يعني شهاده مرضيه طولت لما تاخذها من البسيكياتر. ما حكيتش شهاده المدلسه. شوف
حكيت شاد مدلسة كان عندك عليها علم وانت وزير تربية. شوف شوف كنا وسكرنا مدارس خاصة اللي انا تعطي في شاد مدلسة اما مش سكرتوا مدارس خاصة وقتها تعطي في شهائد مدرسة. واحد في المكنين واحد في تونس وسكرنا هنعطي في كلسة يعني اعطيه بشهاد مدلسة. اما شوف اليوم الخطاب على شاد مدلسة خطاب موجه للمعطلين على العمل او مش طردوا جمعوا نحطوكم خطاب تطهير الإدارة هذا خطاب مجد مش باهي لأن كلمة تطهير استعملها بول بوت استعملها أخ سلامين الأوروبي كلمة تطهير خايبة برشا يعني في تونس نقولوا طهارة ما نقولوش ختان تعرفش علاش نقولوا طهارة ما نقولوش ختان لأن أجدادنا في الأندلس كانوا يعمدوا أولادهم بالسرقة بالسرقة لأنهم كانوا مجبورين كي يروحوا لتونس يقول لك طهر ولدك بالسرقة يقع تطويره من دنس المسيحية هذا كاش يقول مبروك عليك تقول الإسلام هو مش تقول الإسلام. إذن الطهارة ديما تقترن بأشياء ربما قاسية ومش خايبة يعني أخير القوت عبارة تطهير الإدارة بالنسبة لك أنت عبارة ثقيلة برشا وحيله على تجارب مريرة في تاريخ الإنسانية بما فيها تجارب بول بوت وتجارب الفاشية. نحن شوف بحاجة إلى مصالحة مش إلى تطهير.